بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت. It's so special that there will be a door of Jannah that will only be for you. And it will be called the door of Rayyan, or for the fasting people. ربي مليك فؤاد اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمان، حياتي في سماء طريقي تجلى ونورك تمل. جلال الحياء وعطر النقاء، وقلب يناغم حسن الجزاء. جلال الحياء رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات. So they follow the noise and they find the Prophet Muhammad ﷺ sitting at a grave, a burial place of somebody, and he's crying. وقار أصيل كشمس الغروب، تراه يزين الفضاء الرحيم. وقار أصيل كشمس الغروب، تراه يزين الفضاء الرحيم. تعالي حياة القلوب، وصلى لخالقه وابتهل. بربي مليك فؤاد اتصل، فذاق الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. Social media has been doing a great job. We have Instagram updates, Facebook, Twitter, even text reminders, just Snapchat, so follow us there. All of them, they update every day. ماذا من